أنا والأراجوز في رمضان، حكايات يعدها ويقدمها لكم أبو العباس محمد ولاعب الأراجوز الفنان ناصر عبد التواب. استنى شوية، دخل على طول من غير أنا ما أقول. أنا والأراجوز في رمضان، حكايات يقدمها لكم أبو العباس محمد والأراجوز وفنان الأراجوز ناصر عبد التواب. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، انت يا ابني هتموت جوه جزمه. وجزمه ايه اللي انت جايبها دي كلها؟ ايه الجزمه الطويله اللي انت شايلها دي؟ ده انا مش عارف اعدي من طول الجزمه دي. جزمه ولا سفينه تايتانيك يا استاذ؟ جزمه قهوه وشت هرتجه بارك الرياضه الرياضه في اكبر شارع في مصر. الشارع الطويل. ايوه، ما انا بفكرك عشان انت ما تنساوش بقى. بس هو عبد الحليم ما كانش يغني للشارع الطويل ده، كان بيغني للشارع غرامه. يعني على حسب اغانيه. هو يعني علشان تمشي في اطول شارع في مصر لازم تلبس اطول جزمه في مصر. انت بتمشي في الجزمه ولا واقف فيها وهي اللي بتمشي؟ ايوه، ومش بقدر امشي. لو قدرت قلت نمشي ايه؟ مش هنمشي جوه الجهاز. جوه الجهاز عفارم عليك. وانا مقسمة. الف سلامة عليك. الراس الرمل. انت تعبان قوي. هوا 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 هوا. ورمش بيتقطم. نمشي جوه الجهاز. والله فكرة برضو. يعني انت برضو افكارك نيرة. طب وهتعمل ايه بقى يا فالح في الاسوار اللي حوالين الشارع؟ يا ترى هتفضل قاعد جوه الجزمه ولا هتخلي الجزمه تنط هي الاسوار؟ الجزمه اللي تنط وانا مستنيه. تقف تستناها بين فين؟ في الجزمه. يعني انت قاعد جوه الجزمه؟ ايوه. وهي اللي تنط. وهي اللي تنط غصب عنها بيك. يعني انا لما ادور عليك اقول الجزمه اللي هناك ده يجي عشان يجيني؟ يعني طب ما انت قاعد جوه الجزمه دلوقتي، انا عارف ازاي اقول لهم ما شفتوش الاراجوز يا اخوانا؟ مش عارف ايه. طب النبي شوف لي الجزمه اللي هناك دي. طب اقول لك ايه؟ ما هو انت اللي بتحكيه ده برضه بتقوله. استخفاف بقيمة الشارع. انا عايزك تعرف ان احنا لو احترمنا تراثنا واثرنا الناس هتحترمنا. يا اخي ده الرحالة الاجانب والمؤرخين بتوع بلاد برة من عظمة الشارع اطلقوا عليه الشارع الاعظم. وعايزك تعرف كمان ان اي اجنبي كان بيمشي في الشارع ده كان بيوقف عابد متعبد. تحديدا قدام المساجد الكتير اللي في الشارع ومنشآته العبقرية. ممكن بقى ساعات تمر من الجزمة. ايوه اسم الشارع. هقول لك حكاية الشارع واسمه واحكي لك الحكاية. تطلع بره الجزمه وتقف محترم زي ما انا واقف، عشان احنا دلوقتي اهو قربنا من الشارع اللي رايحين. انا وصلت معاك اهو. ادينا احنا لسه، هي الدنيا زحمه هنا شويه عشان رمضان. كل سنه وانت طيب. وندخل الشارع كده فتبقى محترم. عايز احس انك بتحترم التراث ده والاثار. انت تعرف ان الشارع ده فيه اثار كتيره جدا بتمثل ست عصور. انا لازم احكي لك الحكايه عشان انا بصراحه يعني تعبت من كميه القلق والاستعجال اللي انت فيه. اسمع يا سيدي،
الشارع ده طوله 4800 متر. الله. هو اول واكبر واشهر شارع في القاهرة الفاطمية اللي بناها. القاهرة الفاطمية دي اللي بناها زي ما قلت لك جوهر الشحات، هو اللي بنى الازهر اللي كان اسمه قبل كده جامع القاهرة، اللي ما تعرفوش وناس كتير برضو زيك ما تعرفوش ان شارع المعز ده بقى بيبدأ من الشمال من اول باب النصر والفتوح. وعارف باب النصر والفتوح انا مش عارفه. بتروح تاكل كده باين عليه. في الجنوب بقى ممتد حتى باب زويلة جنوبا، والشارع من بعد باب زويلة جنوبا بيمتد فين؟ تخيل الشارع ده واصل لمقام السيدة نفيسة. الله الله الله. اكتر من كده بيوصل لغاية الفسطاط. بقول لك طول الشارع 4800 متر. ومن ناحية الشمال من باب الفتوح وباب النصر، وطبعا باب الفتوح سموه الفتوح عشان كانت تطلع منه جيوش للفتوحات، وباب النصر سموه عشان كانت بترجع وتدخل منه الجيوش المصرية بعد الانتصار وعمل الفتوحات. باب الفتوح ده بقى ممتد لغاية ميدان الجيش لغاية حي الظاهر. يعني انت لو عايز تروح شارع المعز، لو انت راكب عربيتك وطلعت من حي الدار تلاقي نفسك داخل على شارع المعز. انت بقى جاي من اول السيدة نفيسة تلاقي نفسك داخل كده وبين السورين وبتاع، فجأة تلاقي نفسك داخل على شارع ممتد بطريقة يعني بالفعل ابهرت الناس، واستحق الشارع اللقب انه هو الشارع الاطول والشارع الاعظم. بص بص بقى بص مش عارف. ايوه مالك؟ ما بمشي ايوه بس بدوخ. تطلع بالجزمه بتدوخ وتقعد جوه الجزمه بترتاح. جزمه فعلا. بس ايه شغلك ايه؟ ما بروح الشارع ده. ايوه ليه بقى؟ الأكلة أكيد. الشركة سيئة. الشركة سيئة. يا أخي ده أنت نفسك مفتوحة أوي. تخيل أنت فكرتني بالعصور الإسلامية المختلفة اللي مرت على الشارع ده من خلال 33 أثر إسلامي موجودين في شارع المعز. تقدر بمنتهى السهولة وأنت بتتمشى عليهم تفتكر العصور اللي مرت على الشارع ده. الفاطميين والايوبيين والمماليك والبرجيه الجركسيه اللي انت بتقول لك فكرتك بالشركسيه، وكمان العثمانيه والتركيه لغايه محمد علي. العصور كلها دي مرت بشارع المعز. وعايز اقول لك حاجه مهمه، جامع الحاكم بامر الله ده من الجوامع الاثريه، ولو رحت الشارع واحنا داخلين اهو دلوقتي نروح نصلي فيه، نلحق نصلي العصر هناك. ومرة تانية نقدر برضو نصلي في جامع حلو هنا اسمه جامع القوري ومسجد المؤيد. غير كمان لو حبينا نسهر سهرة ثقافية ممكن نروح ربع الثقافة، وعندك وكالة أبا زرعة دي من الوكالات المهمة، تقدر تقول كان بيعتبروه مول مصر القديمة زمان. ده غير البيوت اللي جوه كده لو دخلنا ومرينا فيها ناحية بيت السعيد والحاجات دي، دي بيوت الخانقوات اللي هو الخانقات. الخانقات دول المتصوفة اللي هم كانوا بيسبحوا بيخرجوه من الاختناق والضيق النفسي بالتسبيح في الملكوت ودعاء ويعني مناجاة المولى عز وجل. ودي كانت من أهم الأماكن اللي الناس بتروحها وتتبارك بيها. ولو عايز تتطهر في قدامنا كام سبيل هنا في الشارع المعز، تقدر تروحهم تستحمى بالمية الحلوة بتاعتهم. ولو مش عاوز تتعلم في كل الكلام اللي انا بقوله لك، انا ممكن اوديك برضو المدارس الاسلامية الاربعة اللي موجودة في الشارع ده. انت عارف ان في مدارس في الشارع ده الاربع مذاهب، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة، كل دول في الشارع ده بذمتك. ما انتش مكسوف انك لسه قاعد جوه الجزمه وبتكلمني من جوه الجزمه؟ طب والله مكسوف يعني الناس خلاص وهي في الشارع اهو عمال يبصوا لي شايفيني مجنون، عمال كل شويه ابص للجزمه واتكلم. طب والله مكسوف. اطلع من الجزمه واحترم نفسك. انا اهو.
ايوه دي بساعدك، هدي ريحك اطلع يا سيدي، وانا الجزمه دي هرميها بعيد. ايه امشي حافي بقى، وانا هحاول اشتري لك جزمه. عايزك كده تقف قدام الاثار دي والتراث زي ما الاجانب بيقفوا، زي المتعبدين، تقف قدام باب النصر وباب الفتوح، وتقعد تفتكر الحصن الحصين اللي عمله بدر الجمالي، وبرضه كان ارمني زي جوهر الصقلي. انت في شارع المعز يا ابو جزمه طويله، يا جزمه طول النهار قاعد في الجزمه، انا زعلان. لكن اعمل ايه؟ بصراحه انا ما كنتش عايز اقول لك على المفاجاه اللي جايه. اقول ازاي على المفاجاه وانت مزعلني؟ خد الجزمه دي ورميها بره الشارع خالص، ارميها في الزباله اهي هناك عندنا، اهي ارميها في الباسكت اللي هناك، ده اعلى من الباسكت. الناس هتقول ايه عليك؟ خلاص هقول لك على المفاجاه المرة الجاية. لا المرة الجاية ايه؟ المرة الجاية احنا هنعمل حكايتنا من 6 دول، كل دول كده انا اطلع منها حكاية. المرة الجاية هنسافر، هنروح اكتر من بلد، في افريقيا وفي اسيا وفي اوروبا، ونشوف الناس هناك ازاي بتحتفل بقدوم رمضان. وانا وانت يا أراجوز في رمضان، أنا والأراجوز في رمضان، حكايات يعدها ويقدمها لكم أبو العباس محمد، ولاعب الأراجوز الفنان ناصر عبد التواب.